احنا بعباره احنا الاطارات نتاع الجيش، احنا خدام نتاع الشعب، الكراسه نتاع الشعب، شعارنا الجيش ولادكم اتخذوا شعار باللي رانا خدام وكراسه نتاع الشعب، ملا خديم الشعب وقرصون الشعب عمره ولا يسخن ويضيع مصلحه الشعب، عمره ولا يبرد ويضيع مصلحه الشعب، يصير حسب مصلحه الشعب. هذا هو جيشكم، وهذه هي بعباره اخرى شعارات اللي اتخذها الجيش واللي باش ينفذها الجيش. على كل حال على كل حال كما ذكرت لكم المؤامرات راهي جاريه ثاني بواحد الكيفيات اللي خارقه العاده وبصوره خاصه متوجهه للولايه السادسه الصحراء. لماذا متوجهه للولايه السادسه الصحراء؟ لان الصحراء شكل اهم العناصر الحساسه بالنسبة لمجموع التراب الجزائري، سواء كانت في المساحة نتاعها، سواء كانت من الناحية السياسية، سواء كانت من الناحية المادية، سواء كانت من النواحي الأخرى. على هذا الأساس راهم كرسوا الجهود نتاعهم الفرنساويين، ووجهوا الأنظار نتاعهم، بالرغم اعترافهم القانوني الصريح أمام العالم، باللي الصحراء راهي جزء من التراب الجزائري، والصحراء راهي شعبها ينتخب كبقية الجهات الأخرى نتاع الجزائر. رغم هذا بصح راهي كاينة مؤامرة راهي تلعب، كاينة مؤامرة راهم قايمين بها بعض العملاء أمثال حمزة أبو بكر الفاشل وغيره، واللي راهو هرب حتى من الجزائر لحد الآن، ما زالوا يحاولوا المحاولات الراشية. من على كل حال قلت لكم هذا هو الغرض من الولاية السادسة، لأنهم متوجهين لها على خطراه يعرفوا، عارفين البترول اللي راهي الريوق نتاعهم سايل عليه. هذه أولى. بالنسبة للموقع العسكري، التجارب نتاعهم الذرية اللي راهم دايرينها في رجال، واللي راهم باش يواجهوا بها المعسكر الشرقي. بالنسبة للمساحة تاع الأرض، حيث أن الصحراء الجزائرية تمثل في مجموعها ما يقرب ل 18,000 كيلو متر مربع، بمعنى الجزائر فيها 2,200,000 كيلو متر مربع، تشكل منهم الولاية السادسة ما يقارب ل 18,000 كيلو متر مربع. هذه تحب تديها فرنسا، حب تسديها بوسائل قانونية في الست، هاي الآن تحاول بس تسديها بوسائل انتع مؤامرات وبوسائل انتع نكايش. إذا هذه المسألة راهي مفروغ منها. على كل حال لما يكون شعبنا منتبه، لما نكون احنا فايقين، لما نكون احنا نبلغوا لكم، لما تكونوا انتم تنفذوا، تم المسألة. هذه ثاني على كل حال راهي مضافة لخوتها بمعنى فاشل.